اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد. النهارده ان شاء الله هنعمل كفته بالخضار وعليها طبقه من بطاطس بيوريه، وتاني وصفه هيبقى بلح الشام بشربات الكراميل. طيب لاول وصفه، انا معايا نص كيلو لحمه مفرومه خاليه الدسم او قليله الدسم، معايا خضار بسله وجزر، ممكن اللي هو المفرزن بيبقى نص سوا، معايا الذره الصفراء، هيبقى معايا بيض، بيضه واحده بس هحطها مع اللحمه وبقيه البيض هستخدمه مع البطاطس، هيبقى معايا بهارات مشكله، جوزة الطيب وفلفل احمر حلو او شطه زي ما تحبوا، لو الاطفال ما بلاش شطه خالص. معايا للبطاطس بقى كيلو او 2 كيلو على حسب الصينية معاك وعامله مقاسها عامل ازاي، بطاطس مسلوقة ومهروسة ناعم جدا جدا. معانا لبن خالي الدسم، ومعانا جبنة دي على حسب الاختيار، لو حابين تحطوا تضيفوا مع جبنة بارميزان، وهيبقى معايا صفار بيض وبيض كامل، هقول لكم تقريبا الواحد ممكن يعمل ايه، يا اما نحط صفار بيض بس او نزود البيض الكامل معاه ما يبقاش صفار بس. ومعايا بقسماط على حسب الاحتياج للحمه وبصله كمان، لكن البقسماط في الحاله دي انا هقول لكم برده مش محتاجين نكتروا قوي علشان الكفته هعملها كطبقه تحت في القالب اللي عندي، ف يعني ممكن تبقى طريه شويه مش لازم تبقى متماسكه قوي. هو طبعا البقسماط بيساعد على التماسك وبيساعد تماسك الكفته نفسها، بيساعد كمان في نفس الوقت على انها تبقى طريه من جوه ما تبقاش ناشفه قوي، فعشان كده هنستخدم شويه صغيرين فيها. وعلشان حاجه تانية كمان، ابطن بيها الارضيه، لما ابطن بيها الارضيه هتفك معايا احسن كتير، لو انا هقطع خرطه علشان اخد منها خرطه هتسهل عليا كتير لو معموله بالبقسماط من تحت. طيب كده دي تبقى جاهزه. واحط بقى شويه البقسماط، يعني ممكن تتوصوا عشان ايه يتسهل قوي الطلوع. كده بالشكل ده، كده يبقى القالب جاهز معايا. طبعا يفضل لو يبقى قالب فاتح عشان يبان فيها الطبقات برضو. نجيب بقى بوله كبيره، وهعمل ايه بقى، هحتاج يعني مش لازم الواحد يلبس جوانتي قوي بس يعني سهل شويه. اخيرا لقيت على مقاسي، حطوا بقى كده اللحمه، هحط معاها بيضة واحدة، وهحط شوية من جوزة الطيب مش كتير خالص، شوية صغيرين، وشوية من التوابل دي ممكن اكتر شوية، والفلفل يا الحراق يا اما الاحمر الحلو، نحط البصله، مبشوره ومتقطعه ناعم، ونحط كمان عايزه احط الملح ما ننساش، والفلفل ونحط الفلفل، وجبة دي حلوة متكاملة، حلوة قوي للأطفال عشان ناس كتير بيسألوا إن أكل ولادنا إيه، دي من الأفكار الجديدة، فيها العناصر كلها اللي إحنا محتاجينها، فيها اللحمة البروتينات، البيض بروتين حلو جدا، فيها الخضار، فيها البطاطس النشويات الحلوة، فيها اللبن، فيها الجبنة، فيها كل حاجة، يعني فعلا
وجبة جميلة جدا جدا فيها كل العناصر. ونحط الذرة الصفراء وهحط بقى شوية بس من البقسماط، شوية صغيرين جدا تساعد على طريان اللحمة، واللي عايز يحط قمح كامل يبقى أحسن كمان. نجيب التوست القمح الكامل أو العيش البلدي ونسيبه ينشف، وبعدين نضربه في كبة أو في الخلاط بحيث يبقى ناعم خالص وندخله معاه، أو هو طري ممكن، بس يعني نحرص إن هو يبقى صغير خالص، يبقى حتت صغيرة. خلاص بنخلط كله مع بعض كده، احنا خفينا جواها البيض اللي هو مفيد جدا للاطفال والخضار، هم عاده ما يحبوش يشوفوا الخضار قوي قدامهم، ممكن الواحد يدخل كمان فلفل، بس كل ما نقطع صغير كل ما يبانش ما يبقاش باين قوي كل ما يبقى احسن، هم مش بيحبوا يشوفوا الحاجات دي قدامهم قوي يعني. اول ما نتاكد ان كله امتزج كويس جدا، خلاص احطه بقى هنا في القالب ده. الحلو كمان انها وصفه سريعه قوي، يعني ممكن الواحد يعملها حتى من غير البطاطس، بطاطس يبقى حاجه جانبيه، تبقى مثلا بطاطس مسلوقه، بطاطس فرن، يعني بشكل تاني، يعني ممكن ده نستكفي بقى بالشكل ده ونقدم بقى جنبها او سلطة، بس رز يعني المكرونة اللي تحبوه يتقطع خرطات كده وتبقى حلوة، يعني شكلها بيبقى جميل جدا. اتأكد بس انها ايه اخدت شكل متساوي حلو قبل ما ندخلها الفرن، لان الحاجة اللي هتمسك عليها مش هتغيرها خلاص. نشيل ده بس الاول، ندخلها الفرن بقى على درجة حرارة عالية حوالي 200 وشوية الاول، قبل ما هدخل البطاطس عليها، علشان البطاطس مستوية خلاص ومحتاجة بس انها تاخد لون حلو على الوش. الكفته محتاجه لسه تستوي، فهدخلها الاول تاخد السوى اللي هو تقريبا خلاص ما فاضلش عليه غير 10 دقايق او حاجه، واروح مطلعاه تاني وحط عليه الخلطه اللي احنا هنعملها دلوقتي مع بعض. معايا البطاطس زي ما قلت، خلاص كده احنا بنهرس كل البطاطس، بحيث ان احنا قلنا انا هي كانت اصلا مهروسه ناعم خالص، بس مع لما بتكون دافيه وبنهرسها بتروح بتبتدي تمسك نفسها. نزود بقى عليها شويه لبن مش كتير، لان انا مازلت عايزاها لينه مش سايله قوي. هضيف عليهم صفار، كل ما نزود الصفار جواها كل ما تدينا الملمس واللون الحلو قوي اللي لما يخرج من الفرن يبقى زي الذهبي كده، ويبقى ليها كده تحميره حلوه قوي. لكن علشان صفار بيض كوليسترول عالي جدا لو احنا كترنا منه، انا مش عايزه ازود كل الكوليسترول ده، فبالتالي هزود معاها بيض كامل. فايدة البياض برضو طبعا حلوة جدا، واحدة واحدة عشان عايزة قوام معين، مش عايزاها تبقى سايلة مية، عايزاها تبقى تتضغط كويس. طبعا الحاجات دي ما نعملهاش خالص في مضرب، هتعمل عرق ويبقى طعمها وحش جدا، لازم بالايد. تاخد ملح حلو، بس لو هزود جبنة ما نزودش. حط الفلفل، وممكن نحط هنا برضو شوية من جوزة الطيب بس مش كتير، وشوية من الجبنة، بتديها برضو تماسك معين وطعم. طبعا
خلاص كده يمكن نزود شوية لبن كمان، وتبقى تعتبر الخلطة دي جاهزة كده، بحيث ان اول ما ده نخرجه من الفرن اقدر بكيس حلواني اضغطه على الواجهة وندخله الفرن تاني. نروح بقى دلوقتي الفاصل ونرجع نعمل مع بعض بلح الشام بشربات الكراميل. رجعنا تاني من الفاصل وهنشوف اللي في الفرن. هي كده خلاص قربت تاخد السوا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي ننزل عليها البطاطس بالشكل اللي هو مضغوط دوت. ممكن يتعمل كده او ممكن يبقى يتحط يدوبك على طول، مش مشكلة زي ما تحبوا، بس هو شكل يعني شكل جمالي. نبتدي بقى نضغطه بالشكل ده. بالشكل ده وندخلها تاني الفرن علشان يدوبك تاخد لها لون. نزلت الحرارة على 180. طيب دلوقتي علشان نعمل الشربات اللي بالكراميل هحتاج معايا نص كوباية احطها الاول ونولع. هنا هعمل الشربات. هنا بقى هعمل العجينة نفسها اللي هي عبارة عن ايه؟ معانا كوبايتين مية حطهم، وهنحط تلت كوباية زيت عباد الشمس، وهنحط عليهم نص كوباية لبن، وأول ما هيغلوا هنزل عليهم الدقيق اللي هو 3 كوبايات، ومعايا بعد كده 4 بيضات، معايا معلقة خل هحطها برضو لسه، لا هحطها في الآخر قصدي بعد ما أضرب البيض معاها، وطبعا الفانيليا الغامقة مهمة جدا عشان دي فيها بيض عالي فلازم الفانيليا تبقى نوع كويس. والشربات هنا يدوبك بسيح نص كوباية السكر لغاية ما يبقى كراميل، وبعدين هنزل عليه 3 كوبايات سكر وكوبايتين مية علشان يبقى معانا كثيف شوية. طيب أنا هاخد دلوقتي خشبة علشان أعرف أقلب الدقيق فيها. هي كده خلاص بتغلي، أبتدي بقى أنزل الدقيق واحدة واحدة. المفروض انها تلم معايا. لازم تبقى عاملة زي العجينة اللي بتلم معايا. خلاص هي تقريبا لمت كويس قوي، بس مفيش مانع ان الواحد ايه شويه برضو لسه يقلب فيها لغايه ما تلم اكتر. زي عجينه الشو بالظبط، احنا عملناها كذا مره هي نفس الطريقة. خلاص كلها لمت من بعض وتقريبا
تماسكت. هطفي عليها بقى هنا الكراميل ده ما ننساهوش. في خشبة برضو. الكراميل ده سريع عن ممكن يبقى فيه مرارة فلازم نخلي بالنا، مش عايزينه يبقى مر خالص. خلاص كده هنا كله داب. هبتدي بقى انزل عليه كوبايتين الميه واحده واحده. لو نزلتها مره واحده هتنشف وهتجمد وهتبقى هتضايقني اكتر من لغايه ما تفك اكتر من تاخد وقت طويل لغايه ما تفك معايا تاني. كده انزل بقى تاني شويه. ده انا عايزه اشيله على جنب برضو علشان هو خلاص مش عايزاه لسه ياخد اي حراره. وابتدي اكمل هنا. كده الشربات بتاعنا هيبقى ياخد الطعم، هياخد طعم الكراميل، هيبقى مختلف خالص. نحط بقى عليه السكر زي ما بنعمل بقى بالظبط الشربات اللي احنا عارفينه. حتت الكراميل دي هتفك بقى مع الغليان، حتت صغننه كده. دول ثلاث كوبايات سكر على كوبايتين ميه على نص كوبايه قبل كده كانوا اللي عملناهم نص كوبايه سكر اللي عملناهم كراميل. معايا هنزله في بوله عشان اعرف انزل عليه البيض واحده واحده. نبص على الفرن اخباره ايه. ابتدت تاخد لون بس لسه شوية. نبتدي بقى نجهز. شغال. حاجة كمان ناقص، نص عصرة ليمون هنا على الشربات بتاعنا، بس حاجة صغيرة جدا جدا بس عشان ما يعملش كريستالات، بس ما نكترش علشان الليمون او طعم الليمون ما يغيرش في طعم الكراميل. طيب كده بقى نزل بقى بيضه بيضه. هزود بقى معلقه الخل وهزود الفانيليا ونضرب. خلاص كده الباقي بقى انا هعمله بايديا، هي بتسهل لي بس اول مرحله. هعملها احسن خشبه او في اللي هي بتاعه العجن نفسها برضو بتساعد عشان هي العجينه بس سميكه شويه، لكن انا بصراحه بوفر على نفسي شغل كتير جدا جدا لما بعملها كده عن اني اعملها بايدي، بتعب فيها جدا يعني، تبقى متماسكه قوي وصعبه جدا. طيب اللي انا عايزه اقوله بقى حاجه مهمه جدا، مهمه قوي ان يبقى القوام بالشكل ده. شايفين عامل ازاي؟ ده معناه ايه؟ معناه ان اولا نركز في الدقيق اللي نحطه. انتوا لو لاحظتوا انا ما حطيتش الدقيق كله علشان انواع الدقيق بتختلف وهتمسك معانا بشكل مختلف على النار. في دقيق بيشرب كتير وفي دقيق بيشرب اقل،
فمهم قوي وانتوا بتحطوا تشوفوا الكميه تقريبا قد ايه بحيث انها تبقى عجينه متماسكه. طيب لما هتيجوا تحطوا البيض، البيض ممكن يبقوا 4 بيضات على حسب حجم البيض، على حسب ما برضو دي هيمسك معاكم. ممكن يوصلوا تحطوا ازيد، المهم ممكن تزودوا، فعلا تزودوا لغايه 7 بيضات، المهم القوام يبقى عامل كده معانا اللي ينفع ان انا اضغطه. طيب دي كده خلاص الزيت لازم يكون على نار مش عاليه، يعني نار تبقى لما احمر فيها يبقى التحميره واخده مش بتتحرق، لازم تاخد وقتها. طيب الكراميل او الشربات اهو شايفين لونه عامل ازاي، بس انا مجهزه معايا دلوقتي ساقع طبعا علشان احنا هنحمر، فما ينفعش يبقى حاجه سخنه معاها حاجه سخنه، لازم يبقى ساقع وده هيبقى سخن، يبقى كده مظبوط. الحاجه الوحيده اللي ينفع معاها سخن سخن البسبوسه. نشوف بقى اللي في الفرن عشان شايفه ان هو لونه خلاص كويس جدا، اطلعه دلوقتي. ده اللون الحلو خلاص كده، حطها هنا، دي حته جميله قوي. نبتدي بقى نعبي العجينه في كيس حلواني، يبقى الحته القدامانيه دي كبيره مش صغيره. هعمل ايه؟ انا معايا مقص بس هبل شويه بالزيت وهبتدي ان انا انزل كده واروح قصه بالشكل ده، عشان لو بالصباع ما بتبقاش حلوه. يعني انا عملتها في رمضان اللي فات، عملتها بالصباع بس عشان انا عملت شكل تاني برضو، عملته مفنكش وهش قوي، فمش مش لازم يبقى الشكل المظبوط قوي ده. اهم حاجه معلش هعيدها تاني، مهم جدا قوامها يبقى القوام اللي بيتضغط. هتقللوا الدقيق في الاول يظبط معاكوا العجينه زي ما شفناها، وبعدين تزودوا البيض لغايه ما ياخد القوام اللي يتضغط ده. كل دقيق مختلف وكل بيض مختلف، مش عايزاكوا تنقلوا بس الوصفه من على الشاشه مجرد كده، لازم نبقى عارفين كل الحاجات اللي بتفرق. عايزين العجينه كمان طبعا انها فتحت بسيط كده، ده عشان برضو نسبه البيض. لو عايزينها لا تبقى يعني متماسكه اكتر، يبقى القوام هيبقى متماسك اكتر والبيض يبقى نسبته اقل، يبقى قوام يعني ده القوام اللي سهل عليا اضغطه. لكن لو قادرين القوام يبقى سميك اكتر وتضغطوه هيبقى متماسك اكتر في الشكل، مش هيفتح، مش هيبقى عامل زي، مش هيبقى هش كده ويفتح، ده سببه البيض. فزي ما بقول انتوا تتحكموا فيها مع التجربه هتعرفوا تظبطوها، لكن انا بحب نسبه البيض دي بقى عالي لسبب، علشان ولادي بيحبوه جدا، فببقى عايزه اكتر الفايده اللي فيه، مش مهم عندي بقى الشكل، اهم حاجه عندي ان هو يبقى فايدته اعلى، وبحب اعمل الوصفه اللي هي اللي عملتها في رمضان اكتر بصراحه. طيب ده كويس، هحط بقى البلح. يا اما بنعمل ايه، يا اما نحطه في طبق التقديم على طول خلاص وننزل عليه الشربات، او نعمل كده. طبعا الطريقه دي بتخليه يشرب اكتر كتير،
لكن الطريقة التانية اللي هي ننزل عليها شوية الشربات بتتحكم أكتر في الكمية. أنا في رمضان عملتها أنا قدمت وبعدين نزلت عليها شوية الشربات، بس عشان نبقى عملنا الطريقتين برضو كده. وممكن بدل الشربات عسل، عسل أبيض ده بيبقى مفيد جدا. طعم إن شاء الله يعجبكم، يبقى مختلف، طعم الكراميل برضو بيدي إضافة مختلفة. بس ما انصحش غير في اليوم الفري وواحدتين بس، يا ريت ما تكتروش. انا عارفه انا دايما بعمل حاجات مدمره هنا وجامده جدا، بس يعني بدل ما نشتري من بره نتعلمها وفي نفس الوقت ما نزودهاش، يعني ناخد منها بتأني جدا جدا. ده برضو يعتبر شارب زيت كتير متحمر، مش حاجه صحيه خالص. اي نعم البيض اللي فيه ده صحي اكتر يعني عن اي معجنات تانية مثلا دقيق بس، لكن برضو نخلي بالنا يا ريت وما نكترش. لازم احاول اقول دايما النصايح دي عشان انا عارفه الضرر بتاعها عامل ازاي. طيب احنا كده خلصنا الطبق التاني، يا رب الوصفات تكون عجبتكم وتجربوها بتأني، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، وصفات جديده. باي باي.